مش بحسبها هو هينزل امتى او فين بالظبط، بحس ان هي مش شغلي كممثل ان انا اركز فيه، بس كان في طبعا خوف بتاع ان هل اللي جاي هيبقى زي اللي فات، او ده كده كده بيبقى موجود في اي حاجة عامة، حتى مش في حاجة ليها جزئين، هو في الحياة عامة. والله الحمد لله بيجي لي كومنتس حلوة بتبسط بيها جدا. كومنت بتاع ابني بيحبك قوي، ده بحبه قوي، بحب اسمعه، اللي هو ان انا الحمد لله اكون مقصر في الجيل ده او في السن ده، بتبقى حاجة بالنسبة لي سعيدة جدا. يعني مفيش حاجات حصلت كتير قوي، بس ساعات كان بيحصل الموقف بتاع ان طفل جاي يتصور معايا وابوه مش عارفني، فبيبقى اللي هو والده جاي لي محرج قوي، اللي هو بيقول لي معلش الولد عايز يتصور معاك، انا مش عارف ليه. فده بيحصل، ببقى مبسوط ان انا والطفل بس اللي عارفين الموضوع. في عروض طلاق جات لي، اللي هو ما تطلق لبنى وشوف حد غيرها وبتاع، امهات قوي بتبعت لي اللي هو ليه يا ابني ليه بتعمل فيك كده وبتاع. فالحمد لله ان احنا مقصرين بشكل كويس يعني في الناس الحمد لله. هو الورق كان فيه مساحة اكبر، كان فيه تركيز على حاجات اكتر عند علاء، ده بيساعد الممثل لما بيبقى الورق حلو، بيساعد الممثل ان هو يطلع احسن من اللي عنده. يعني تفاصيل ان هو المواقف اللي جدت في حياة علاء، ان مراته بقت شغالة معه في الشركة، فبقى اللي بيواجهه في البيت بقى يواجهه في الشغل كمان، فده كمان فرق في الشخصية. ان هما الاتنين بيحبوا يناموا، يعني انا بقدس النوم جدا. ان هو بيسوف الحاجة ممكن ساعات، يعني مثلا هو قعد لحد دلوقتي تقريبا ما عملش البرزنتيشن اللي يوسف عايزها منه، فان هو بيسوف الحاجات لحين ما يجيله الدافع ان هو يعملها، او لازم يبقى الوقت ده قوي فيعملها فيقوم يعملها، دي برضو حاجة مش لطيفة فيا الصراحة. الكواليس ألطف طبعا عشان خلاص خدنا على بعض وبقى في علاقة شخصية غير علاقة زمالة الشغل. يعني عمر فارق جدا وضايف، ان هو فاهم جدا كل كاركتر بيهزر منين، فكاتب لكل واحد هزاره اللي يليق عليه، وهو كمان في الحدوتة، فهو عارف ان هو ممكن هنا نزود حاجة، يعني مش فيش التزام بالنص اللي هو بتاع ان لا ما ينفعش ما تقولش دي، لا ممكن لو لقينا حاجة احلى واحنا بنصور نقولها. هو طول الوقت موجود المساحة بتاعت ان احنا نزود طول ما احنا بنخرجش بره الكاركتر، شايف دي حاجة حلوة جدا ان احنا نشاور على الفن، ان احنا نقول ان في ستاند اب كوميدي، دي حاجة مفيدة للفن جدا ان الناس تبدأ تعرف عنه وتروح. واعتقد ان ده فرق معايا انا شخصيا في الستاند اب، لما بعد موضوع عائلي بقى في ناس جاية بتتفرج على ستاند اب عشان شافوا ستاند اب كوميديان في المسلسل اللي هم بيحبوه، فاعتقد ده بيفرق جدا، بيدي سبوت لايت للفن نفسه، فده شيء لذيذ جدا ان هو يحصل. يعني هي دي حاجه ريسكي جدا ان انت تقدمي الفن الستاند اب كوميدي، ممكن تشاوري عليه تقولي ان في هنا ستاند اب كوميدي، ده شيء مفيد، انما ان انا اعمل مشاهد ستاند اب كوميدي فيها ريسك، لان ظروف التصوير غير ظروف الحفله. الستاند اب كوميدي هو فن مسرح في الاول او في الاخر، مش فن يتشاف في تلفزيون، الا لو هتصوري حفله هتصوريها وتنقليها بجمهور حقيقي قاطع تذاكر ورايح يحضر، ده تمام، انما ان انا امثل ستاند اب او ان انا امثل حفله ستاند اب ريسك كبير جدا، لان مش هنقل الفيدباك، مش هنقل الفن نفسه، هبقى يعني ممكن ما يبقاش دي الصورة الصح. كنت قلقان جدا من المشهد ده، لاني مش هعرف اعمل الستاند اب، لان الناس اللي قاعدة قدامي ممثلين مش جمهور، فده كان مسبب لي توتر كبير جدا. والحمد لله ان استاذ احمد الجندي كان فاهمه، لان استاذ احمد الجندي برضو استاذ احمد الجنايني، هما الاتنين عارفين الستاند اب وفاهمينه وبيحبوه، فعشان كده يمكن الموضوع طلع اقرب حاجه للموضوع. بس انا كنت متوتر جدا، لان انا مش طالع ستاند اب كوميديان، طالع دلوقتي ممثل بس هعمل ستاند اب في مشهد واحد في المسلسل اللي بعمل فيه ستاند اب، لازم اعمل الرياكشن الصح للمخرج اللي هو عايزه مني كممثل، وكستاند اب كوميديان بغير على الفن، لازم اعمل اكتب حاجه ممكن اقولها في حفل عادي. فحاولت اعمل ده، وحاولت حتى اقول للممثلين اللي قدامي اللي هو يا جماعه لو في حاجه ضحكتكم ما يهمكوش الاجواء والكاميرات واضحكوا، يعني تمام، اتمنى اعمل كده، يعني احب جدا اعمل ده
وفي انتظار اي فرصة. يعني احب جدا اعمل حاجات كتير مختلفة عن بعضها. يعني ان شاء الله كان في تجربة بس للأسف تأجلت، بس ان شاء الله يا رب تتم يعني على خير ان شاء الله. حتى الان لسه ما فيش حاجة اكيدة، بس ان شاء الله يا رب الفترة الجاية يبقى فيه حاجات حلوة ان شاء الله.